scarcity is existing ولازم يكون لها حل. من الأولويات الموجودة إنه نحن لازم يكون في ابتكار في قطاع المياه. هنالك ضمانة إنه نحن ما بيكون في أي آثار على كمية المياه اللي بتجي السودان وحصة السودان وحصة مصر محفوظة. رأي حديث مع الطاقة الشمسية فهذه كلها توقف مصلحة المزارع. بنتكلم على ظروف بيئية، على مستوى المعيشة، على الإنتاجية.